ومنها أيضا هذه القاعدة تحتاج إلى دقة فهم. انتبهوا يا جماعة، من كان خلافه مبنيا على الشهوات فواعظه أولى من بيان حكمه أو أولى من إجابته. من كان خلافه مبنيا على شهوة فواعظه أولى من إجابته. من يشرح لي؟ من يشرحها لي؟ من كان خلافه مبنيا على شهوة وهوى فوعظه أولى من إجابته. مثاله: كثيرا ممن يستفتين يبني قوله وخلافه على شهوة، ليس عن نظر في دليل ولا عن شبهة عرضت له في نص، ولكن لأن له شهوة باطنية تحمله على القول الآخر، فيجد في القول الآخر موافقة لشهواته وهواه ما لا يجده في القول الآخر، فيجعل مبدأ الترجيح الشهوة والهوى. فهذا إياك أن تقول في إجابتك كذا وكذا من الأدلة، وإنما هو محتاج إلى من يزجر قلبه ويعظه. فهؤلاء غالبا يا شيخ إذا وعظوا رجعوا. فمن الناس مثلا من يرجح كشف الوجه، لا لأنه نظر كشف وجه المرأة، لا لأنه نظر في الأدلة، وإنما لأن مزاجه بيشوف الوجيه. فهنا تقول له: يا أخي اتق الله في نفسك، لو كان ذلك في أمك، لو كان، هل أنت الآن تذكر أدلة؟ لا، لكن تعظ. تقول لي: والله جزاك الله خير، لا والله خلاص، والله أن قول فاسد. فإذا كل قول مبني على شهوة فوعظ صاحبه وزجر قلبه أولى من إجابته، أولى من إجابته. بل بعض الملحدين بنى إلحاده على شهوات لا شبهات، لأنه يريد أن يزني من غير استحضار قلبه لوجود الله، يريد أن يشرب الخمر من غير استحضار قلبه لوجود الله، إذ استحضاره حال الزنا والخمر لوجود الله يكدر شهوته، فهو ألحد. لا إلحاد شبهة، إلحاد شهوة. فهذا لو ذكرت له الأدلة ما اقتنع، لكن تقول: يا أخي اتق الله، أنت تعرف أن الله موجود، اتق الله، إنما يحملك على إنكار شهوات قلبك، والله الشهوة ما تنفعك، اتق الله فينا. يقول: استغفر الله، لا خلاص انتهينا. فكثير من الناس يبني أقواله على شهوات، فلا تتعب نفسك في كثرة الجدالات، وإنما وعظ، وعظ وتخويف بالله عز وجل. سألتني سائلة تقول: أمي تسيء إلينا، أمي تسيء إلينا، ومع كثرة الإساءات صرت أرد عليها، فما حكم الرد؟ هي تطلب وعظا أو إجابة؟ وعظ. العقوق، هذا الإجابة معناها عقوق. الآن ترك الإجابة حلال ولا حرام، القضية قضية عقوق. فما إن تزجر ويبين لها حق الوالدين إلا ما تطلب الإجابة منك مرة ثانية، ما تقول حلال ولا حرام. طيب، فانتبهوا أيها العلماء وطلاب العلم في خلافاتكم ومسائلكم، فاسبر أنت السؤال وانظر في طريقة الخلاف، وهذا يأتي بالدربة. يكون الإنسان ذكيا، يعرف الإجابات التي عرضت عن شبهة فتحتاج إلى إجابة، بس بعض الخلافات لا، عرضت عن شهوة فلا تحتاج إلى إجابة وإنما تحتاج إلى وعظ.